لو بشرتك دهنية وبتلمع وبتعاني من حب الشباب، يبقى الحل الأمثل اسياك جل من يورياش، بينظف البشرة بعمق من غير جفاف لأنه لا يحتوي على الصابون. كمان يحتوي على يورياش ثيرمال ووتر المضاد للالتهابات اللي بتحصل في الجلد، بيحتوي على مضادات البكتيريا والفطريات اللي بتنظم إفرازات الدهون من البشرة. مع يورياش أنت مش لوحدك. دكتور أمين شاروبيم، مدرس الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث.